سادات وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام المحمود الذي يثبته فيه الأولون والآخر يا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.